الطريق الاتحادية قرب انه ينتهي كبرنامج، لكن الدور الاكبر في كل اللي حصل ده مرتبط بان حضراتكم تنزلوا تختاروا، اختاروا اللي انتوا عايزينه. انما الرسالة الاساسية انك ما تصدقش اللي يقولك الانتخابات محسومة وانه النتيجة معروفة وانه ما فيش منافسة، لانه بمنتهى البساطة حضرتك لو ما نزلتش انت بتختار حد او اكتر من العشرة اللي جايين. يعني بعبارة اخرى انت امام مرشح او مرشح، طبعا واحد من المرشحين يعني اللي انت تديله صوتك، والبديل عشرة بينافس هما. ايه هما البدائل المتاحة امامنا احنا كمصريين بالاضافة للمرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟ شوفوا حضراتكم كده معايا ايه التحديات اللي بتواجهنا واللي في الاخر هتترجم ان هم ممكن ينتصروا علينا. اولا عند حضرتك واحد اسمه اردوغان، صحيح ومش مرشح على التيكت، انما يوم ما ده يلاقي نسبة المشاركة ضعيفة جدا ده يقول لك انتصرت تركيا وانتصر المشروع الاخواني التركي لاستعادة الخلافة على حساب ارض مصر وبلدها. مين تاني ممكن يكون معانا في هذه الانتخابات؟ تميم قطر ومؤامراته الدنيئة لاسقاط مصر وفرحة بقى الجزيرة واكسسواراتها الاعلامية التانية عشان تطلعك مش الشعب المصري مش راضي والشعب المصري خانع والشعب المصري كسول والشعب المصري متكاسل و الى اخره.